مرحبا، أنا معكم الشيف روبن زعبي. حابة اليوم أحكي عن أكلاتنا التراثية الأردنية من الشمال للجنوب. أهمها هو المنسف اللي معروفين فيه الأردنية والأردن، بنستخدمه أو بنقدمه لضيوفنا بالأفراح وبرضه بنقدمه بالأتراف. ومن أهم الأطباق الموجودة عندنا في الأردن الرشوف اللي معروفة فيه الجنوب. هاي الأكلة بتتاكل أغلبها بالشتاء، طبعاً تتقدم بالصيف بس بالشتاء بتعطي طاقة ودفء. ومكونات الرشوف طبعاً زمان كانوا يستعملوا الجريش، حالياً إحنا بنستخدم الرز مع العدس. وكمان زمان الزينة الوحيدة اللي كنا نزين فيها أطباقنا هي البصل المقلي. وعندنا طبق المكمورة مشهور بالشمال، مكوناته الطحين وزيت الزيتون. كانوا يستخدموا الدجاج أو اللحمة أو نحطهم مع بعض. السمسم والقزحة أساس مع العجين، يعني هي طبقات عجين بينها بصل كتير وزيت زيتون ولحمة أو دجاج. عندنا كمان أكلة اللي هي أدان الشايب، إحنا بالأردن هيك بنسميها، طبعاً أكلة مشهورة ببلاد الشام كلها. فهي بنعملها من طحين القمح وبرضه بنحط شيب الثوم بالسمنة واللبن أساس، والأدان الشايب هو الطحين، يعني المكونات دائماً هي من خيرات بلادنا. وبدنا نرجع للطبق الرئيسي في الأردن وهو المنسف. زمان ما كان في رز، كان ينعمل إنه نفت الخبز ونشربه بالسمنة ونحركه، وبعدين نحط اللحمة فوق الخبز ونحط اللبن ونصير نغمس الخبز اللي مشرب بالسمنة باللحم. بس حالياً الحياة بتتطور وبصير في أشياء جديدة، وصار المنسف بهذا الشكل بالرز، دايماً نستخدم مع الرز. ونيجي لمكونات المنسف، أهم مكوناته هو الجميد، وكمان عندنا اللحم البلدي، وصرنا حالياً نضيف له شوية لبن بعطيه تيست أطيب. طبعاً بنسلق اللحم البلدي بالمخيط وبس يستوي على الآخر بنضيف الجميد والرز، وصرنا نضيف مكسرات. في ناس بتحب تحط بقدونس، في ناس لا، يعني هسا كل هاي الأشياء المتطورة حتى صرنا نقدمه بالأوتيلات بشكل كمان كتير لطيف وفردي. وهيك بنكون عرفناكم على أهم الأطباق الأردنية، بتمنى إنها تكون تنال إعجابكم ويعطيكم ألف عافية.